باشا ومعانا ضيف جديد نحب نتعرف عليه. يا باشا يا استاذ راح فين يا باشا؟ يا باشا اتاخرنا ايه ده؟ دقيقه تعالى بس اتفضل دقيقه واحده معلش دقيقه واحده هنخلص على طول. ماشي نتعرف على حضرتك يا باشا. ماجد محمود فؤاد. ماجد كام سنه يا باشا؟ 47 سنه. 47 سنه اهلا وسهلا. طب احنا النهارده في حلقه النهارده هنتكلم على المشاكل والحاجات اللي حصلت بعد الثوره وان الناس ما بقاش فيها اخلاق والكلام ده. طبعا انت ملاحظ يعني موضوع. طبعا كل شيء باين وظاهر. الناس يعني ما بقاش فيه لا اخلاق ولا ادب ولا اي حاجه نهائي. ما فيش اي حاجه من دي دلوقتي موجوده ومن قبل كده كمان. يعني انت زادت اليومين دول. حضرتك متجوز يا باشا؟ بين البنين. بين البنين؟ بين البنين. ايه بين البنين دي ازاي؟ يعني في جهاز مهم في الدوله سرق مني حيوانات منويه ولقحها في رحم ام شيماء حسين المنيري وخلفت ثلاث بنات بالطريقه دي من غير ما اتجوز. وانت عارفهم هم فين دلوقتي؟ هم مع امهم بس انا اعرف بيت اهل امهم لكن بيتها هي ما اعرفش هو فين. لانها اتجوزت بعد كده واحد من الجهاز الحاكم دوت وخلفت منه عيال تانية لف عليها وخدها مني يعني. والكلام ده ايه يعني ايه اللي حصل ليه؟ ايه اللي حصل؟ علشان انا ضحيه العمليه للمخابرات الاسرائيليه في مصر اكتشفتها المخابرات المصريه وعلى اثرها قامت بتعذيبي 25 سنه لغايه دلوقتي. انت جاسوس يعني ولا ايه؟ لا انا المخابرات الاسرائيليه زرعتني في مصر سنه 65 في عيله مسلمه مصريه. زرعتك ازاي يعني؟ بدلتني. الطفل اليهودي اتزرع في عيله مسلمه والطفل المسلم راح عيله يهوديه. عمليه للمخابرات الاسرائيليه. وفي حد تاني عارف الكلام ده ولا انت بس؟ انا والمخابرات خلونا اخلف ثلاث بنات من غير ما اتجوز وعملوا لي غسيل مخ. وابوك وامك؟ ابو المسلمين ولا اليهود؟ اللي انت عايش معاهم هنا ولا؟ المسلمين توفوا الى رحمه الله. اليهود ما اعرفش عنهم حاجه خالص. يعني انت ما تعرفش مراتك فين ولا عيالك فين؟ لا هي مش مراتي لان ما اتجوزتهاش، هي خلفت مني بس تلقيح صناعي. الجهاز الحاكم عمل فيا كده عشان اصلي يهودي عشان يتحكم فيا وابقى تحت امره. انت شغال ايه يا باشا؟ انا محامي على المعاش. عملوا لي غسيل مخ وادوني عقاقير هلوسه وخلوني مجنون رسمي على الورق. يعني انت معاك ورق يثبت انت مجنون؟ معايا ورق يثبت ان انا مجنون رسمي ومعيش اي حاجه تثبت ان انا بكامل قوايا العقليه. طب ما الكلام اللي انت بتقوله ده برضه مش تمام يعني. الكلام ده حقيقي، احيانا الحقيقه بتبقى اغرب من الخيال. انا ضحيه العمليه فاشله للمخابرات الاسرائيليه في مصر. طب انت عارف الكلام ده ممكن يوديك في داهيه؟ انا اوريدي في داهيه. اوريدي في داهيه؟ كفايه ان انا اتمتع بكامل قوايا العقليه وعايش مجنون رسمي. طب هو انا ممكن اروح معاك في داهيه برضه؟ ممكن. ممكن؟ ممكن. طب بجد هتدينا في داهيه ولا ايه؟ والله هم المخابرات مش هتحتك بيكوا او الجهاز الحاكم ده مش هيحتك.